وقبل ذلك لابد أن نقول كلمة شكر في الحقيقة هي لقيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأيضا سمو الأمير خالد بن سلمان الذي بذل جهود فعلا مشكورة كما ذكر الأستاذ سليمان في التوصل لهذا الاتفاق. وأيا كانت الملاحظات التي ذكرت وأيا كانت وجهات النظر التي طرحت في الشارع اليمني، إلا أنه مجرد أن تصل الأطراف أو يصل الحكومة اليمنية مع ما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى اتفاق في هذه المرحلة على بناء على هذه المخرجات وبناء على هذه المرجعيات، في اعتقادي أن هذا تقدم كبير، وخاصة أنه شدد على نقطة وحدة الصف في مواجهة الحوثي. وفي اعتقادي أن من يشاهد ومن يتابع المشهد بشكل عام ويتابع ما يفعله الحوثيين اليوم في المناطق اليمنية من محاولة لتجريف الهوية اليمنية ولاستهداف المجتمع اليمني ولتغيير ثقافة المجتمع اليمني، بما ينعكس بشكل طبيعي لاستهداف المنطقة برمتها بشكل عام، هذا يجعل هذه الأطراف التي هي في الأصل كلها مستهدفة من جماعة الحوثي، هي في الأصل كلها في مواجهة مباشرة مع هذه الجماعة. أنا في اعتقادي أن الوقت لم يعد كافيا لأن نظل في إطار هذه المناكفات وفي إطار هذه الصراعات.